السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي عالم أميسك المتنوعة. اليوم إن شاء الله الفيديو غيكون خفيف ظريف. جبت لكم واحد الكراج للكيباء كما كتشاهدوا، هو هذا. هو جاشوكا، فيه الكراج وفيه السدة، المتراج ديالو 240 متر. أكيد اللي مهتم بهاد النوعية ديال المحلات للكيباء، إصلاح يكون قهوة، يصلح يكون دروغري، مخبزة، بانكا، المهم كاين بزاف ما يدار فيه حيت المتراج تبارك الله ديالو كبير. ما صورت لكمش من الداخل حيت اكيد هو باقي غير بالسيما ما مصلوحش. الناس اللي غيكريو هما اللي غيشوفوا شنو غيديروا فيه، باش على حساب ديك النوعيه ديال ديك التجاره اللي غادي يديروا غيصلحوا على قبل داكشي. يمكن القهوه، الاصلاحات القهوه ماشي الاصلاحات البانكا. المهم غنخلي لكم النمره ديال السيد اللي مكلف، هو يقدر يعطيكم معلومات اكثر. المتراج فيه 240 متر، فيه الكراج والسده. جاشوكا عنده جوج الواجهات، جا في شارع كبير، شارع القدس، جا في حي المجد. شارع القدس هو اللي كيدينا للعوامه، جا هو في حي المجد. يعني كما قلت لكم راه يصلح بزاف د الحوايج. اللي مهتم يتواصل بالسيد ويزيد يعطيه معلومات اكثر، يمكن له يبيعوا السيد تا تساوت، علاش لا؟ يعني كما كنقولوا الحاجه اللي ما تباع وما تشرح حرام. الثمن اللي كيطلب فيه 3 مليون للشهر، قابله للتفاوض. اللي مهتم يتواصل معاه ويزيد ياخذ المعلومات، وكما كنقول لكم ديما يضرب على راسه، لا في الشقاق لا في الكراء لا في البيع، يضرب على راسه. المهم انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، شكرا للمسانده ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للبارطاج، للتعاليق، وشكرا لكم على اللايكات. حتى هذا الفيديو ما تنساوش من اللايكات ومن التعاليق ومن البارطاج باش يوصل الناس اللي مهتمين به، واللي مهتم به يتواصل مع السيد باش يزيد يعطيه جميع المعلومات. انا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم. واللي عنده شي دار للكراء او للبيع او لشي اي حاجه شنو ما كان البيع او للشراء، يتصل بيا، راه غنخلي لكم الرقم ديال الواتساب ديالي في اسفل في صندوق الوصف. شكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله على قناتي عالم أميسك، وهذا هو شارع القدس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.